يا معشر محبين بيس 2021 نسخة الموبايل، النهاردة رجعنا لكم تاني وبالتحدي اللي انا بقول عليها جدع. التحدي كالاتي، ان انا هعمل اقوى تشكيلة في لعبة بيس 2021 موبايل بعد ما عملتها في بيس 2021 العادية. والنهاردة نزل واحد من المراكز اللي لازم اجيبها عشان يبقى من اقوى التشكيلات. زي ما انتم شايفين نزل الفونسو ديفيز 101 تقريبا، هو الوحيد اللي في الباكيجات، معرفش نزله هو بس ليه، بس مش مهم، افتحه هو بس. وكمان عندنا باكيجات الدوري البرازيلي، بتاع الباكيجات الدوري البرازيلي دي مشكلة ما فيهاش. اوكي فيها هالك وفيها اوكي ممكن افتحها ماشي عادي مش مهم، ونفتح برضو الفونسو ديفيز عادي مش مهم، ونفتح برضو باكيجات الايكون المضمون اللي ممكن يطلعنا منها اوليفر كان وبيول للاعيبه كتير، لان زي ما انتم شايفين التشكيله بتاعتي محتاجه برضه لعيبه كتير. لكن يا جدع تشكيله من فيديوهين بس وده الفيديو الثالث تبقى بالشكل ده، لا والله عالميه. ومش عارف بقى روبرتو كارلوس احسن، والله الفونسو ديفيز احسن، بس روبرتو كارلوس اخره 95 انما الفونسو ديفيز اخره 101. انهار ابيض. والهدايا كمان 75000 جي بي، تمام هنفتح بيها باكجات الايكون العاديه الذهبيه، مدرب كمان وايكون مضمون من بايرن ميونخ ماشي. 35000 جي بي و30000 جي بي، معانا 145000 جي بي هنفتح بيهم باكجات الايكون العاديه، ومدربين مدربين مدربين ورا بعض. فليتس جو على طول. هنبدا الاول بتطوير اللعيبه، في ناس كتير قالت لي طور اللعيبه اللي عندك. مدرب ب 100000 يا جدع، اوكي خلينا نطور بيه واحد. مدرب ب 100000 خلينا نطور اول واحد يكون نيمار. ليه لا، خلينا نطور المدرب الكبير ده يا جدع، مدرب 100000 اوكي. خلينا نشوف هيطوروا لكام. واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما توقفش. 21 اثنين وقف. 99 ني دي جوني، يلا مش مهم ندي واحدة لكيليان امبابي، واحدة من دي لكيليان امبابي نشوف هيوصل كام. يلا ممكن يتلفل بس ما توقعش. 20 21 22 23 24 25 26، بس بقى عندنا كيليان امبابي طاقة ال 100. ليتس جو. كان المفروض اوفر واحده لالفونسو ديفيز، بس لا برضه هطوره ما تخافوش. اوكي عندنا باكج الايكون بتاع بايرن ميونخ. اوكي خلينا نشوف مين في مين الاول. اوكي في بيكن باور ورومانيجا واوليفر كان والاثنين المعفنين دوم، انا مش عايز الاثنين المعفنين دوم، واحد من الثلاثه دوم. ما عنديش اوليفر كان ولا عندي بيكن باور ولا عندي رومانيجا، فرب واحد منهم يطلع ان شاء الله، ورومانيجا اكتر واحد منهم يا رب. اوكي اوليفر كان عادي برضه لاني ما عنديش حارس مرمى لحد دلوقتي. مين اللي هيطلع منهم واحد من الثلاثة بس ابوس ايده؟ اوكي اوكي رسميا الحارس اللي هيكون اساسي رسميا هيكون عندنا مين؟ اوليفر دلكان الحارس الجديد بتاع. خش خش النادي يا عم اوليفر يا كبير، تعال ادخل التشكيلة يا عم، اطلع بره ما تشتغل مع الاسف، اطلع بره اطلع ايوه اطلع بره بالراحة كده. اوكي اوليفر كان رسميا بقى موجود، ونيمار جد كان محتاج خط نص كمان، ومحتاج شويه قلوب دفاع، ومحتاج اطور لعيبه كتير. اوكي هشوف ده كله بعدين، لكن حاليا خلينا نبدا بقى تفتيح الباكجات. لكن قبل ما نبدا كل واحد حاند غزر لايك وهيا بنا على طول. خلينا نبدا بباكجات يلا خلينا نبدا بالباكجات دي، اربع باكجات من دي وبعدين نتوجه على طول لباكجات الايكون. يلا يقول لك ثلاث باكجات عشان نخلص بسرعه، ثلاث باكجات. اول واحد يا دي يا دي جوكي جيرو، ثاني واحد يا جدع اوكي سانشو ماشي ماشي حلو حلو، سانشو بيطار لحاجه و90 تقريبا. الثالث والاخير عشان يتوجه للالفونسو يا جدع، حرام عليك حرام عليك، كله سيلفر وقرف. اوكي اوكي هيا بنا خلينا نشوف هل الفونسو ديفيز هيطلع ولا لا. في ناس بيقول لك اعمل كده، بص بيقول لك اعمل كده عشان يطلع لك الفونسو ديفيز، روح عليه مره يا رب يا رب يطلع، ويقفل وروح عليه مره يا رب يطلع يا رب يطلع، وروح عليه كمان مره، وبعدين روح عليك مره رابعه، وبعدين روح عليه مره خمسه، وبعدين روح المره سته روح على اونانا، بعدين روح المره السابعه يقول لك لا روح على ده تمام، بعدين روح المره السابعه يقفل بسرعه تمام تمام. بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، بص اللي هيحصل دلوقتي، بص اللي هيحصل دلوقتي، بص اللي هيحصل دلوقتي، بص 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 اوكي اوكي مش هطلع من هنا، انتوا عارفين القانون بتاعي، مش هطلع من هنا لما يطلع الايكون مومنت. اوكي تاني باكج ما طلعش. اوكي شكلهم بيتحدوني شكلهم بيتحدوني، وانا قابل التحدي. تالت باكج اوكي ما طلعش برضه. اوه يا جدع
هما بيتحدون ايش؟ انا هتحداكم انا كمان يلا. اه دي النيله يا جدع مش هيطلعوني من هنا الا لازم افلس. والله يفلسوني يا جدع. مفيش كوره سودا غير مفيش. انا لازم اعمل سكيب على كل واحد. في ثلاث باكجات فضله مش هبص هوريكم بس. اوكي حرام يا جدع حرام. اوكي باكجين برضه هوريه لكم. خليني اوريه لكم. اوكي يا جدع. اوكي جيمس زفت رودريغيز اخر باكج عشان اشحن. يا رب ماشي يا رب ماشي يا رب ماشي. هل هشحن ولا مش هشحن؟ خلينا نشوف. اوكي عايزين نشحن. ماشي بس خلينا نفتح ثلاث باكجات كمان من دوم على ما عشان اشحن. يا رب يطلع بقى حاجه. ما طلعش حاجه لحد دلوقتي. يا نهار ابيض يا جدع الحظ بتاع النهارده. مفيش غير اوليفر كان اللي طلع وحاسس انه هيطلع لي تاني لو طلع. يا ربي يا ما عادش معايا كمان عشان افتح باكج بعده. في عندنا باكج باين بايرن ميونخ. خلينا نشوف بيطلع منه حد. ده الباكج بتاع بايرن ميونخ يطلع منه حد. اوكي ممكن يطلع ليفاندوسكي نوير. يا دي النيله كره معفنه يا جدع. ايه ده باكج كمان. يلا هيطلع حد معرفش من ادري. كرة سودا بص ايدك شكله هيطلع لي كرة معفنة. يا اوكي اعفن من عفنة كمان. اوكي يلا الفونسو يطلع. الفونسو دي ديفيز الايكون مومنت. يا دي اوكي اللي بعده خد الباكج على طول. ما توقفش خالص ما توقفش. بص خد الباكج ده هو الجليتش اللي بعمله. شوف اوكي اللي بعده خد الباكج. خد ما توقفش. لو وقفت مش هيطلع. هنشوف شوف ادي النيله اللي بعده بص ايدك اللي بعده. بسرعه 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 بسرعه. انا ما بيتخضش كده النيله. يا دي النيله مشكله ان هو الوحيد اللي في الباكج وهيعرفوني على ما يطلع. يا دي النيله. لا يا دي النيله ما ينفعش. اللي بعده اوكي. يا دي النيله اللي بعده. ابوس ايدك لازم يطلع. ابوس ايدك. اوكي يا نهار ابيض يا جدع. ايه ده الحظ ده مفيش حتى لاعيبه كوره سودا استفاد منهم. مفيش ليه كده يعني. اوكي يا دي النيل اللي بعده. فاضل كام 12 بس. اوكي يا ربي. يا دي النيله يا جدع عيب عليك. ابوس يا جدع. عيب ابوسك. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. عيب يا جدع انجز. اوكي ابوس ايدك. يا ربي هفتح باكج وانا مغمض. ماشي باكج وانا مغمض. اوه اكو مومنت. ادي باكج وانا مش سامع كمان. وانا مش سامع عشان ما اعرفش ايه اللي هيحصل. اوكي والله ما اعرف مين اللي طلع دلوقتي. والله لا ادري مين اللي طلع. يا جدع حرام عليك يا جدع. والله ما عادش غير اربع باكجات. اوه يا نهار ابيض. الفلوس بتخلص. والله الفلوس بتخلص. فلوس خلاص. يا رب انت المعين. يا رب. باكج جيم بس. ابو سيدك. يا رب مش عايز اشحن تاني. ابو سيدك مش عايز اشحن تاني. اخر باكج يا رب يطلع. اخر باكج يا رب يطلع. يلا اللي يحصل يحصل. اوكي الفونسو الكندي دي ديف. الفونسو دي كندي دي ديفز. ليتس جو على طول يا جدع. من هو اقوى واحد في بيس 2021؟ ليتس جو يا جدع. رسميا يطلع يا اخيرا يا جدع.
اوكي اوكي خلينا نروح نطوره بقى دلوقتي. اوكي و100 كوين كمان. والله ممكن نفتح باكج كمان. خلينا نفتح باكج من هو الباكج البرازيلي، ممكن يطلع منه هالك. اي حاجه اي حاجه هتفيدني عادي، مش مهم. اخر باكج اللي هو الباكج البرازيلي، مين اللي هيطلع؟ انا لا ادري. اوكي عالم البرازيل دي جانيرو. العب برجل اليمين. هالك ولا مش هالك؟ يا دي احسن واحد في الباك. اوكي حولت لعيبه كتيره مدربين، 35 لاعب بالتمام والكمال زي ما انتم شايفين. نطور مين بقى؟ نطور كنافارو، نديله حبه مدافعين. 7 مدافعين. اوكي 1 8 لا كمل. اوكي 94 بقى كانوا. اوكي ماشي انا اوريكم اقوى تشكيله بيس 21 موبايل يا جدع. اوكي خلينا نطور كمان الفونسو ديفيز اللي طلع لنا، نشوف هيوصل كام. 1 2 3 4 5 6 7 لسه فاضل له بدري يا جدع. اوكي 10 كمل ما توقفش، كمل ما توقفش. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 يا لسه بدري، لسه نص المشوار تقريبا بالظبط. عايز يطور كمان جافي اللي طلع لي. جافي اوكي جافي هنا اهو عنده 80 ليفل يا جدع. توصل كام؟ 1 2 3 اوت. عدي انت لازم تعدي 30 من دلوقتي. كمل هي يا اوكي 88 جافي وبوصل 98 كمان، لسه فاضل له بهاء يعني بالهبة. يا اخي هنكمل تطوير في كيليان امبابي، نشوف هيوصل كام كيليان امبابي. اوكي يا جدع ده ملحقش يعمل حاجه، حرام عليه. يا اخي هنجيب بقى الفونسو ديفيز، هنقعد روبرتو كارلوس على الاحتياط بدل الواده، والواده هو اللي يطلع ويجي بدال الفونسو دي ديفيز. وخان نجرب نحط شعار بايرن ميونخ نشوف ايه اللي هيحصل. مش عارف اغير اللبس نهائيا، عمال ادور في كل حته مش عارف اغير اللبس. لحد دلوقتي عندنا 4 ايكون مومنت، لا 5 ايكون مومنت في التشكيله قويين جدا، وكمان واحد على الاحتياط اللي هو روبرتو كارلوس تخيل. وهنجيب كمان وهتبقى اقوى تشكيله زي ما انتم شايفين. قوه الفريق لحد دلوقتي 3658 باذن الله تكون فوق ال 5000. اوكي تقريبا اللبس بيتغير من هنا بس مش مهم، هنشوف الحلقه الجايه. لكن اكيد 100% لو عجبتكم الحلقه دي كل واحد هيغزر لايك، ولو عايزين نكمل بيس 2021 موبايل كل واحد حين برضه يتغزر لايك. بس اشوفكم ان شاء الله في الجاي، كان معاكم عبدو و سلام عليكم.